إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخوة الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير، بسلام صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، بارك الله فيكم، لتتوصلوا دائما دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم، وأيضا لدعمنا بارك الله فيكم وفي صحتكم. أيضا لا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو والنقر على الجرس، وأي سؤال سوف نجيبكم إن شاء الله. العديد منكم تم قبوله في الأدسنس ولكن الإعلانات لا تظهر. هنا سوف نتحدث عن هذه النقطة وأين هو المشكل، وهل فعلا هناك مشكل أم لا. أنت حين قمت بالاشتراك في الأدسنس أخبرك أنه يجب عليك أخذ هذه الشفرة ووضعها أسفل الهيد. قمت بعملية الحفظ، تمام، الغد أو بعد غد ظهرت رسالة مكتوب فيها فيليسيتاسيون، فيها شخص عاملها بهذه الطريقة أو تهانينا، ولكن المشكلة أخذت شفرة الإعلانات ووضعتها في المدونة، انتظرت ساعة ساعتين يوم يومين والإعلانات لا تظهر. أخي الكريم، هذه الرسالة التي ظهرت لك التي فيها تهانينا أو فيليسيتاسيون، موجود فيها رجل ورفع يده وهكذا، هذه الرسالة لا تخبرك أنك مؤهلا لظهور الإعلانات، إنما تخبرك أنه قد تم فتح حساب أدسنس. يعني أنت الآن يمكنك الاطلاع على حسابك، يمكنك وضع فيه تعديل، وضع فيه الاسم الخاص بك، العنوان الخاص بك، يمكنك إنشاء إعلان في هذا المكان، ولكن متى يتم ظهورها؟ بعدما تأخذ هذه الشفرة تضع في المدونة وتنتظر ربما 5 أيام، ربما 10 أيام، ربما 15 يوم، 20 يوم، على حسب المراجعة، ثم بعد ذلك سوف تظهر الإعلانات. بارك الله فيك، وأعتقد قد فهمتم الرسالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.